في 21 من مايو، احفظوا هذا التاريخ جيدا، 21 مايو هذا التاريخ هو تاريخ مرحلة جديدة للسعودية، ولكن وين؟ في الفضاء. في هذا اليوم سينطلق رائد الفضاء السعوديان ريان برناوي وعلي القرني إلى محطة الفضاء الدولية. وطبعا ننوه هنا مشاهدين أن ريان برناوي هي أول سعودية وأول عربية مسلمة أيضا تقوم بهذه الرحلة، إنجاز رهيب. الهيئة السعودية للفضاء قالت أن هذه الرحلة تأتي ضمن برنامج المملكة لرواد الفضاء الذي تم إطلاقه في 22 من سبتمبر الماضي، تتضمن إجراء 14 تجربة بحثية علمية. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.